دي كانت اخبارنا النهارده، اهم اخبار عندنا. خلينا نروح مع حضراتكم لحكايات صباح دريم. حكايات صباح دريم النهارده عندنا حدوته ظريفه جدا ومميزه، اخترناها لحضراتكم. بنسمع طبعا احنا رافضين مبدا التدخين تماما وتعاطي اي مواد بتضر بالصحه، لكن في قصه كده عالميه بنرصدها لكم النهارده، قصه السيجار الكوبي. ايه موضوع السيجار الكوبي اللي الناس بتتكلم عنه؟ الناس تحكي يقول لك ده كذا، ده بيجي من المكان الفلاني، بيتعمل بالطريقه الفلانيه. النهارده هنشوف القصه دي، لان قائم عليها اقتصاد دوله زي كوبا، قائمة على أنها بتصدر السيجار ده وأنها بتصنعه وأنها بتشتغل فيه. فهنشوف هذه الصناعة الضخمة ونرجع نكمل مع حضراتكم في أحلى صباح في مصر. في الأفلام السينمائية وخاصة الأمريكية وفي مجتمعات رجال الأعمال يكون السيجار حاضراً، وما بين اختلاف أنواعه وأسعاره تظل تفاصيل تلك الصناعة مجهولة بالنسبة للكثيرين. فتنتج كوبا أنواعا فاخرة من السيجار، وهي الدولة الأكثر شهرة في تلك الصناعة. ويوصف السيجار الكوبي بأنه رفيق الأثرياء والسياسيين والمثقفين والمشاهير والقادة، أو للراغبين في خلق صورة مختلفة في تشبههم ببعض الرموز. لكن المؤكد أن هذه الصناعة حققت مكاسب ولا تزال للشركات المتخصصة بها، وأشهرها تقبع في كوبا. من أشهر أنواع السيجار هو المصنوع في هافانا بكوبا، وهناك أنواع من السيجار أقل جودة أو مقلدة تصنع في عدد من دول العالم، وفي بعضها تستبدل أوراق التبغ بأوراق نبات اللهانة لخفض الكلفة. وتبدأ عملية تصنيع السيجار بعد حصاد أوراق التبغ وتخزين المحصول، ليدخل السيجار مرحلة التحضير والتي تتضمن معالجة التبغ، حيث تعتق الأوراق لتقليل نسبة السكر فيها، وتستغرق بين 25 و45 يوما. وبعدها تأتي مرحلة تخمير التبغ، حيث توضع الأوراق في درجة حرارة ورطوبة متحكم بها لتجف ببطء من دون تلف أو تفتت. وهذه المرحلة تحدد رائحة أوراق التبغ ونكهتها وطريقة احتراقها. تليها مرحلة التصنيف والتخزين، حيث توزع الأوراق بحسب نوعيتها وجودتها إلى أوراق ستستعمل لفافات وأوراق تكون حشوة للتدخين. يصنع السيجار الكوبي يدويا في كوبا، حيث يجلس العاملون في معامل خاصة وأكثرهم من النساء، وبجانبهم طبقات من أوراق التبغ المخمرة والمعالجة بطريقة خاصة. فيقومون أولا بنزع العروق من وريقات التبغ ليحصلوا على ورقة صافية ونظيفة من كل شائبة، مصنفين تلك الوريقات حسب تدريجات لونية متشابهة، معطين عناية وأهمية خاصة لورقة الطبقة الخارجية للسيجار. وبخبرة فائقة يشكلون السيجار بشكله النهائي، ليكون كل إنتاجهم بالمواصفات نفسها، ثم يقومون بتغليفه بالسلوفان والأوراق الملونة والمذهبة، ويضعونها في علب فاخرة غالية الثمن ليصل إلى نخبة من الزبائن المميزين. ومن أشهر من دخنوا السيجار هو رئيس الوزراء البريطاني الراحل تشرشر، حيث كان السيجار لا يفارق فمه خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية، ليأتي من بعده المناضل جيفارا الذي ابتكر سيجار كوهيبا عندما كان مقيما في كوبا عام 1960، وهو من أغلى الأنواع ثمنا لأن تجفيف أوراق التبغ الذي يصنع منه يستغرق 3 سنوات. وفي عام 2006 ظهر على غلاف مجلة ذا إيكونوميست البريطانية سيجار كوهيبا ينطفئ، معلنا بذلك نهاية مجد الرئيس الكوبي فيديل كاسترو حينما اعتزل الحكم. دخن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر السيجار الكوبي، إذ كان كاسترو يمده بكميات من أجود أنواع السيجار الكوبي، لكن عبد الناصر لم يكن يفضل أن يظهر أمام الإعلام وهو يدخن السيجارة، على عكس الرئيس الراحل صدام حسين الذي كان سيجاره لا يفارقه. كذلك كان يحرص الرئيس الجزائري بومديا على الظهور في فعالياته السياسية بالسيجار في يده، مرسخا في الأذهان صورة الثوري.